اهلا مشاهدينا الكرام، متابعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر من هنا من العاصمه الاسماعيليه. وكما تابعتم معنا قبل قليل وكما وعدناكم مشاهدينا، ما زالت مستجدات في هذا الملف. اليوم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، شهد القصر البلدي هنا بمكناس دوره استثنائيه واللي تم التوقيع والطلب ديالها من طرف اكثر من 47 مستشار من مجلس جماعه مكناس. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، انتهت هذه الجلسه بعدد من القرارات وعدد من التصريحات اللي كانت يعني واللي وقع اليوم هو غياب الرئيس، واللي سمعنا انه كان السبب هو المرض ديالو. لكن في الوقت نفسه سمعنا مستشارين لا من الاغلبيه ولا من المعارضه يقولون انه هذه سياسه الهروب الى الامام اللي كيمارسها الرئيس، ما بغاش يواجههم. مجموعه من المشاكل يعيشها المجلس من حرب التفويضات اللي كانت سابقا، الان مرينا لمرحله اخرى واللي هي سحب الثقة، واللي سمعنا اليوم أنه كان قرار جماعي لكل مكونات المجلس أنهم وقعوا بقرار لسحب الثقة وكذلك الانسحاب من الدورة الاستثنائية والدعوة إلى دورة استثنائية أخرى، وهذا ما سيأتي في الأيام المقبلة. معنا المستشار هلال إسماعيل اللي من الأغلبية، واللي كما كيقول هو ما بقيتش عرفت راسي واش مع الأغلبية ولا مع المعارضة في ظل الانقسامات اللي كيعيشها المجلس واللي كيغلب عليها طابع الشخص وطابع ديال انه شي مرض يمشي، هذا هو ما يقع. لكن اين هي مكناس؟ اين هي العاصمه الاسماعيليه من 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 التنميه؟ اين هي الساكنه المكناسيه التي صوتت على هاد الناس هادو واللي صوتت على عدد من المستشارين ووضعتهم في مراكز المسؤوليه؟ لكن الان كيلقاو نفسهم كيتصطدموا من بعد مرور تقريبا حنا ما بقى والو على عام من بعد 9 شتنبر، لكن لا زال حال المدينه على ما هو عليه. باقي الاشغال متوقفه بجميع مكونات المدينه. شنو واقع السي اسماعيل؟ غادي نبقاو مع السي اسماعيل، هو بدون كما كنقولوا بدون لغه خشب، بالصراحه المعهوده فيك. الساكنه المكناسيه تنتظر علامات استفهام كبيره موضوعه الان، الى اين تسير سفينه مجلس جماعه مكناس؟ خويا اسماعيل مرحبا بك معنا على المباشر. مرحبا بها بعض الاخوان والاخوات المستشارين بمدينه مكناس. نكمل نعتذر على هذا الانقطاع الخارج عن ارادتنا. سي اسماعيل كيف ما قلنا، فاليوم المكنسة يعني ما يهمهمش هما هذه المشاكل التنظيميه او الاداريه او المسطريه اللي كيعيشها المجلس داخليا، دوره استثنائيه او اين هي المشاريع اللي كتنتظر المكنسة؟ المكنسة ما يهمهمش ان هذا المستشار باغي تفويض وهذا ما باغيش تفويض، كيهمهم الاثر والصدى اللي غيكون في الواقع. انتم كمستشارين اليوم شنو الموقف ديالكم من هذه الصراعات اللي كاينه داخل المجلس؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لك الاخ الكريم على الاهتمام ديالك بالمشاكل اللي كتعيشها مدينه مكناس. اليوم كانت دوره استثنائيه بطلب من بعض الاخوان المستشارين والمستشارات اللي يفوق عددهم 47 مستشار. هذا طلب دوره استثنائيه اللي تقبلها الرئيس انه وافق عليها على باش تكون اليوم دوره استثنائيه، لكن للاسف الشديد تم من دعا الى الدوره دعا مستشارين، كذلك استجب الرئيس على اساس انه تكون الدوره اليوم، لكن للاسف كيف ما شفتوا اليوم الرئيس غيب على الدوره، وهذا نعتبره ان المصالح ديال مدينه مكناس ولات فورطه، مكناس ولات واقفه، لان اليوم كيف ما كنشوفوا هاد الصراعات وهاد المزايدات السياسيه، اقول ان كاينه مزايدات سياسيه داخل هذا المجلس، لان ماشي بالسهل ان الدوره اليوم حاضر فيها كذا
على ما يزيد ال 50 ديال المستشار ومستشارة وما يتمش الحضور ديال الرئيس. هذا تلاعب مصالح ديال المدينه، هذا نعتبره احنا كمستشار اننا ما كنعطيوش اهميه للساكنه ولا للمستشارين، بما اننا الرئيس الى ما هذه في حاله الى ما كانش عنده واحد المبرر ديال 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 الحضور، بما ان ما حضرش الرئيس لهذه الدوره فانه ما كيعطيش اهميه للمستشارين وما كيعطيش اهميه للساكنه. لما نؤكد عليه ان بدور الرئيس ما حضرش لهذه الدوره، خصو يعطينا علاش ما حضرش، لاننا حنا جينا اليوم باش نعرفوا كمستشارين، جينا نعرفوا المشاكل اللي كيعيشها المجلس، لان كاينين هناك بعض المستشارين اللي عندهم جلسات سريه ما كنعرفوش شنو واقع حنا، ما كنعرفوش شنو واقع حتى للدوره، كنعرفوا شنو واقع غير في الكواليس، كنعرفوا شنو واقع غير في الامضاءات. هنا كاين مشاكل داخل هذا المجلس، كاين مزايدات سياسيه، كاين صراعات، كاين كيف ما كنقولوا الرئيس متعنت لبعض المستشارين هنا، وهذا الضحيه ديالو هو الساكنه، هو مدينه مكناس. حنا الساكنه كيف ما قلتي ما عندها غرض في هذه الصراعات، ما خصهاش تدخل في هذه الصراعات ديال 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 المنتخبين وديال الاحزاب وديال بعض الاشخاص اللي عندهم مصالح شخصيه. حنا كنا خارج هذا المجلس السنوات السابقه كنا ننتقد المجلس السابق، لكن للاسف الشديد اننا ما نقدروش نوصلوا للمجلس السابق، لان المجلس السابق على الاقل عطى واحد للمدينه، عطى شي تقدم، لكن هنا هذا المجلس هذا مازال صراعات ما بين غير المستشارين والرئيس. هنا انا اللي ما بغاش يتفهم لي اننا في الاغلبيه النواب والرئيس راه كاين جميع الاخ الكريم، النواب صراعات ما بين النواب والرئيس كاينه في جميع المجالس، كتكون في جميع المجالس كاينه صراعات. هادو احزاب باش هو دخل هذا المجلس دخل بحزب، هذه احزاب سياسيه خصها كل كيدافع على المصلحه ديال المدينه ديالو. اللي ما قبلوش به حنا اليوم حنا داخل هذا المجلس انه تكون مزايدات سياسيه من قبل الاحزاب وتكون الضحيه هي المدينه. حنا اليوم انا لاحظت داخل هذا المجلس كلشي المستشارين تيقول لك نحن من اجل مدينه مكناس، كلشي كيقول لك باغي التنميه لمدينه مكناس، الكل يهتف بان مكناس هي الاولى. اذا هنا شعار هذا اتخذناه على اساس كلشي، اذا فين كاين الخلل؟ الخلل ملي المستشارين كاملين باغيين التنميه لمكناس، شكون اللي غينميها؟ غينميها المستشارين والرئيس والناس ديال اللي داخل المجلس. اذا ملي كنقولوا احنا اليوم كنقولوا احنا من اجل مكناس كمستشارين اللي خصنا نسيروا، كنقولوا من اجل مكناس وما سيرناش مكناس، فين كاين الخلل؟ واش كاين الخلل في السكينه؟ اذا فين كاين الخلل؟ انا بدوري اليوم انا الرئيس ملي ما حضرش لهذه الدوره، وهي دوره استثنائيه ودوره اللي فيها بعض النقاط اللي تواكبت الجلسه ديال الدوره، واكبت السيد نائب الرئيس وصوتنا على بعض النقاط اللي هي مهمه وبعض النقاط تم الارجاء ديالها. هاد النقاط هادو خص الرئيس يكون حاضر. بحال شنو غادي تم التصويت عليها؟ نقاط اللي هي ديال الاوراش اللي هي خاصه ملزمه باش نصوتوا عليها، وبعض النقاط اللي تم الارجاء ديالها في الدورات السابقه وتم الارجاء ديالها في الدوره هذه. اللي ما بغاش يتفهمنا حنا هو ان الرئيس انت وجهتي لنا دعوه للحضور وانت ما جيتيش. هنا الا ما كانش شي مبرر علاش حنا نجيو وانت ما تجيش؟ قال لك مريض خصو شهاده طبيه وماشي اللي غيدفعها. غير قانوني يكون واضح. نعم ولكن هنا الرئيس هنا سي اسماعيل، هنا السؤال غياب الرئيس غير هذه النقطة التي أفاضت الكأس اللي هي الدورة الاستثنائية، ولكن حنا كنسمعوا مستشارين مواطنين كي مرتفقين إلى المقر ديال جامعة مكناس وكيبغيو الرئيس ما كيلقاوش في الأيامات العادية. صحيح لا صحيح صحيح كاين الرئيس بعض المرات ما كيكونش وانا الاخ الكريم انا لا ادافع على الرئيس ولا ادافع على الناس اللي ضد مدينه مكناس، كاينين الناس داخل المجلس انتهازيين، اقولها واكرر، كاين الناس اللي ضد المدينه، كاين بعض الاشخاص القليل منهم ضد المدينه، وكاينين اشخاص نكون لهم كل الاحترام والتقدير اللي باغي المدينه، سواء كانوا في المجلس السابق سواء التحقوا بالمجلس الحالي. كاينين اشخاص اللي ضد المدينه اللي خصهم مصالح شخصيه اللي مدفوعين من جهات اخرى على اساس انه يشوشوا على المجلس، وانا بهذا الكلام ديالي ما كندافعش على الرئيس، انا الرئيس راه ما معاهش،
فوقاش ما معاش، الا كان ضد تا هو ضد السكينه، تا هو ما كيلبيش الطلبات ديال 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 السكينه. انا الرئيس ما عندي معاه حتى علاقه، ولكن المستشارين من الحزب ديالو عنده معاهم مشاكل. كاينه مشاكل، انا قلت لك مشاكل ديال الاحزاب ما يمكنناش حنا نتدخلوا في هذاك، هذاك كيتسمى مشاكل داخليه، هذاك حنا اللي كيهمنا هو المصالح. كتاثر على المجلس. حنا اللي كيهمنا هو المصالح ديال السكينه، نواكبوها ومهما السكينه عطاتنا واحد الصوت ديالها، خصنا نحلوا المشاكل اللي هي مشاكل بسيطه اليوم كنشوفوها، كاين حفاري، كاين اناره، هادشي ما بقاش كتكلم عليهم مجالس اخرى، مدينه مكناس مازال كتكلم عليهم. حنا اللي ما نقبلوش به، انا بعدا شخصيا ما نقبلش به، وموقف ديالي عارفه، انا ما محتاجش الجماعه، غادي ناكل من الجماعه، ولا انا عندي الخدمه ديالي، عندي مشاريع ديالي، ما يمكنليش انا غادي نشوف واحد الحاجه وغنسكت عليها، راه ما غنسكتش عليها. طبق السماء مع الارض ما غنسكتش عليها، اي واحد شفت فيه شي حاجه راه غنقولها له، وغنقولها بصوت عالي، وغنقولها داخل المجلس. نعم. الا شفت شي حاجه ماشي هي هذيك غنقولها داخل المجلس. وكاين كيف ما شرط لك، كاينين اشخاص مدفوعين على اساس انهم كيتخلصوا، وهذو راهم مستشارين. مستشارين كيتخلصوا وحنا عارفينهم، واللي نزيد ناكد لك عليه، فالساكنه مهما صوتت علينا، صوتت على هاد المستشارين، راه كل واحد عارفين واش كيسوى داخل ذاك المجلس. نعم، وكلمتكم الاخيره من اجل نخرجوا من هذا الوضع هذا اللي كتعيشوا. انا الكلمه ديالي الاخيره، انا اللي كنطلب لا من المستشارين ولا من الرئيس، ان نكونوا كلمه واحده باش نهضوا بمدينه مكناس، وكفانا من المزايدات السياسيه، كفانا من الاختلافات، اللي عنده شي اختلاف يبقى شخصي، ومدينه مكناس هي مدينه مكناس اكبر من داكشي، وراه الساكنه تنتظر منا مشاريع تنمويه كبرى داخل هذه المدينه، ما كتنتظرش لا الصراعات ولا والبرادفير وش يقولوا وسميتو. كيفاش قضيه التوقيع في البار؟ بغيت نعرف كيفاش هذه القضيه هذه. هذه حقيقه وقعت لي انا شخصيا. انا اتصلوا بي بعض الاخوان اللي هما مستشارين معنا، وكنت كنحترمهم واحد الاحترام كبير، لكن للاسف الشديد انا كنت كنتمنى انني نوقع داخل هذه الوثيقه لكانني مستشار وعندي غير على مكناس، وكيف ما كنقولوا هاد الناس المستشارين 47 راه ما سهلاش، ومهما وقعوا على هاد الوثيقه الا عندهم كيف ما كنقولوا غرض مكناس، وتلا البعض ما عندوش غرض مكناس وعنده شي توجه اخر تيبقى خاص به. انا هذه الوثيقه كنت كنتمنى انني نوقعها ونكون داخل هذا التوقيع، ولكن نوقعها في بلاصه محترمه. انا اتصلوا بيا هاتفيا باش نوقع هاد اتصلوا بيا ب 11 ونص ديال الليل باش نوقع هاد الوثيقه في حانه، ورفضت على اساس هذاك الوقت وهذاك المكان باش نوقعش على ديك الوثيقه. ولكن هادشي هذا لا يعني الاخ الكريم اننا الاخوان او المستشارين اللي وقعوا على الوثيقه انهم تا هما وقعوا في حانه، راه هذا كنهضر لك انا على الفريق ديالي انه اتصل بيا ان نوقع هاد الوثيقه في حانه، وهذا ما قبلتوش. شكرا لك اسماعيل على الصراحه ديالك. خليك معايا عفاف. سؤالي الاخير هو مساله سحب الثقه، واش غير مزايده سياسيه ولا الناس باغيين يطلعوا؟ انا سحب الثقه الا كانت في صالح مدينه مكناس انا معاها، الا كانت مزايده سياسيه ارفضها كل الرفض. شكرا لك اسماعيل، وتحياتنا لك مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا وعلى المباشر. كان هذا تصريح للمستشار الجماعي، واللي حاول من خلال هذا التصريح هذا يكشف لنا ما حقيقه ما وقع اليوم بداخل المجلس، وكذلك الصراعات اللي كيعيشها المجلس، وهذه الطواحين الهوائيه اللي كنشوفوا فيها الان في غياب تام للمصلحه العامه اللي هي مدينه مكناس العاصمه الاسماعيليه، والتي انتظاراتها كبيرة وكبيرة. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء، كان معكم مراسل القناة منير معطاوي.